العزيز اليوسفي رجل أعمال يملك مشاريع تجارية، أحد مؤسسي شركة بست يونايتد للإلكترونيات، ومهتم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. عبد الرحمن الفواز رجل أعمال والرئيس التنفيذي لشركة كوبيكل سيرفيس لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومهتم في الاستثمار في المشاريع الشبابية للمبادرين الكويتيين. بدر إشراق رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نيو ماركت كومباني، ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء. بسمة السلطان سيدة الأعمال، مؤسس ورئيس ملتقى سيدات الأعمال بالكويت. جاهزين اليوم حق مشاريع؟ جاهزين اليوم مشاريع قوية. بدايتها قوية، بدايتها مشروع سبيشل علم الطفولة مالك يا عبد العزيز، انت صغير تحب شيء غريب ان شاء الله، بس ان شاء الله ارقامها تكون يلا خلينا نشوف ان شاء الله، خلينا نشوف بس ان شاء الله مره واحد ولا في بعد دخل اول واحد ونشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. العافيه، معكم اخوكم عبد الله البلوشي ومشروعي هو ليرك ان شربس. نعم، نشوف التقرير مع بعض يا عبد الله. لكن شربز هي علامة تجارية كويتية مختصة بالإدلاقات. اللي يميز لكن شربز عن باقي الماركات أو العلامات التجارية إنها أول شيء ذات جودة جدا عالية، هم مصممة خصيصا للرياضات والحركات الشديدة. الميزانية اللي محتاجينها علشان نكبر ونطور من مشروعنا هي 50,000 دينار. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشروعك مميز غريب شوي. شكرا. تفضل تكلمنا عنه. انزين، أعطيكم أول شيء قصة البراند وشلون بلشت في هذا المجال. قبل 3 سنين تقريبا جت لي صوغة من أحد الأصدقاء، ألا وهي هالإدلاق من أحد الماركات العالمية. حزتها أنا شخصيتي كعبد الله مو إنسان يلبس هالسوالف هذه، إنسان سيمبل أبيض أسود رمادي خالصين. وفي نفس الوقت قرر عبد الله بأنه يبلش مشروع الخاص، ألا وهو ماركة مختصة بالملابس. جبت مصممين، تواصلت معه مصانع، حاولت قدر الإمكان إني أطلع المنتجات بالجودة اللي أنا أبيها، ما طلعت لمدة تقريبا 9 أشهر. صرفت فلوس واستثمرت من وقتي وجهدي، ما طلع اللي أنا أبيه. حزتها قلت عبد الله خل مشروعك الأولاني على كتر، بلش بالإدلاقات. سويت بحثي، عرفت السوق، درسته، عرفت شلون البروسيس تصير، جبت المكاين، جبت الستوك اللي عندي وبلشت فيه. صار لنا الآن من شهر 9/2019 حتى هذه اللحظة تقريبا سنة، ولله الحمد الأرقام اللي قاعدين ندش فيها والمبيعات اللي قاعدين نحققها شيء أكثر من خيالي، ما توقعته بكل صراحة. فهذا هو مشروعي ليرك إن شربس. عبد الله ياي دارس عدل وزاهد. من الأرقام والإحصائيات والحسبة اللي أنا سويتها والأرقام اللي أنا شفتها من المبيعات خلال سنة كاملة تقول بأن المشروع راح يكون أكبر حتى من هذه النسبة اللي أنا حطيت. شنو مبيعاتك من شهر 9 لشهر 1؟ من شهر 2 عفوا من شهر 2 إيه؟ من شهر 2 2019 ليه اللحظة هذه قاعدين نتكلم على تقريبا 33,000 دينار كويتي. في بدايته قبل تقريبا 4 أشهر لما سويت إحصائياتي المفروض أن نسكر السنة على 33,000 دينار كويتي، ولكن راح نزيد شوية 3-4 آلاف بمجرد انتهائنا من هذا الشهر. بس بأربع دانير قاعد تبيعه؟ 8.5. 8 دانير ونص. الإدلاق الواحد؟ الإدلاق الواحد، والتصميم الخاص 13.5. كم كوستك الحين على الإدلاق الواحد؟ تقول له بعدين توحد بعد الهواء تحت الهواء انت كله فيها. كم النسبة اللي عارضها حق المستثمر اللي 5% مقابل 50؟ مقابل 50. 50,000 مقابل 5%؟ صحيح. علشان نوصل الحسبة هذه يعني أنا حطيتك 50,000 متى أرد فلوسي؟ كم يبيني يعني؟ غضون 5 سنوات الفاليويشن مال لكن شربز راح يكون 1,300,000 دينار كويتي. فأنا قاعد نتكلم السنة القادمة 2021 الفلوس ترجع. هذا سيفلي سينج، قاعد أتكلم بأرقام جداً مريحة على الخطة اللي أنا حاطها. المفروض إن شاء الله هذه السنة راح نضخ بالسوق الكويتي والخليجي بشكل عام. إحنا قاعدين نتكلم على 12.5 مليون نسمة تتراوح أعمارها كفاءة عمرية بين 15 إلى 35 سنة، ألا وهي الفئة العمرية المستهدفة، مع أن عندنا ناس أكبر من 35 وأصغر من 15 قاعدة تلبسها. ف12 مليون نسمة ونص في السوق الخليجي
عفوا للمواطنين فقط، خلوا عنكم من الوافدين. ف12 مليون ونص لو انا ام جونا تاكل ذن راح يكون عندي إيه، بس انا يعني بتكلم وياك عن ادائك مو عن مستقبل الشركه كثر ما نتكلم عن الكرنت سيتويشن. الكرنت سيتويشن تبشر الكرنت سيتويشن، انت على اساس قيمت 50,000 ب مليون 5% وانت مبيعاتك بالسنه 30,000. عبد الرحمن قالها بكل صراحه، ما عجبني تقييم الشركه. يمكن الجزئيه الوحيده اللي انا ما توافقت وياه عليها يعني الطريقة اللي قيم فيها شركته، بس مو معناته كلامي صح أو هو كلامه غلط، لا ما له علاقة، هي وجهات نظر. الرقم مو منطقي، وبعالم الانفستمنت هذا الرقم يعني وايد يعتبر وايد عالي. من أول شهر إلى هذا الشهر أنا قاعد أشوف المولتيبلز مالتي. أول شهر إحنا بلشنا بس كم رحت بالمولتيبلز يعني كم مرة ضربتها؟ 2.5 بالشهر. 2.5 بالشهر قاعد تضرب مولتيبل 2.5 بالشهر؟ بالسنة. كم صرفت على الماركتينج مالك؟ الفواز واليوسفي عجبهم هالمشروع وناقشوه بالأرقام. مو أكثر ما أفدي دينار، وهذه واحدة من الأشياء اللي إلى الآن وايد أنا مرتاح فيها. يعني بالنسبة لي أنا ما سويت شيء، 4500 قطعة مباعة ما يعتبر من سويت شيء، لا من ناحية حاسب إلانات. معاشك أنت الحين مجابل الموضوع بنفسك؟ بنفسي. حاسب لك معاش 250 دينار. وإذا دش وياك الشريك معاشك نفسه راح يصير؟ معاشي نفسه، ما راح تزيده، ما أبي أزيده. الله يوفقك. اللي وده يعطي عرض ولا أنا أقول لك الله يوفقك إن شاء الله وشي وايد حلو. شكرا جزيلا. أنا أعتذر من مجالي. شكرا جزيلا. بتسلم. اعتذرت بدر؟ أنا ما أعتذر. أنا قاعد أفكر بس الخمسة بالمية مو مجدية بالنسبة لي. من ناحية نسبة ممكن نوي نيجوشيت، ممكن نشوف شو اللي ممكن نسويه من ناحية النسبة. And we drop down متى ما وصلنا حق مثلاً KPI معين. نعم. من ناحية royalties مبدئياً أقول لكم أنا مو مرتاح مع royalties. مو مرتاح إن كان دينار ولا نص، بس مرة ثانية الأوبشنز مفتوحة. مو للأبد يعني. طبعاً مو للأبد، ولكن الأوبشنز مفتوحة، ما بي إنه يقول إيه لا الآن. مفهوم. Okay. بس إذا في على الأقل ديل معين ممكن تعطوني إياه الآن أساس إنه يقول لكم والله أوكي أنا شيء هذا مرتاح فيه ولا. بس بشكل عام تعطوني valuation معين أو نسبة معينة drop down. ما عندي مشاكل فيها. من ناحيه الرويالتيز هذا اللي محتاجين شوي نتكلم فيها. زين انا يمكن بشي على السريع، الرويالتي يكون مثل قلنا دينار على الريتيل برايس ونص دينار على الهول سيل برايس اللي هو ب 4.5 الى ان نريد 55,000 دينار. و سمونا واذا وصلت المليون خلال نقول سنتين 5%، اذا ما وصلت خلال سنتين يصير 20%. فاينانشلز وايز نخليها اون ذا سايد. غير هالفاليو هذه what you guys gonna be bringing من ناحية الماركتينج، من ناحية العلاقات، من ناحية إنه في براندات معينة أو أسواق معينة ممكن تسهلون الدخول لها، فش اللي ممكن تضيفونه؟ طبعاً أنا عن نفسي أقدر أساعدك بدخول أسواق جديدة. مثل أقدر يعني الريجن طبعاً. okay. أنا أتكلم وياك المينا ريجن بشكل عام. okay. متأكد بعد عبد العزيز وبدر عندهم الكونكشن مالهم. بس انا في شغله واحده قال عبد العزيز ما ابي اطوفه. قول عبد العزيز يقول 20%، انا حتى 20% اعتقد شوي. مستثمرين يبون فلوسهم وشافوا ان هالمشروع عائدات تتكون على مدى طويل. كان يبي 50,000 على 5%، لو بمشي على طريقته كان بعد 20 سنه اطلع فلوسي. في الحالة هذه حضراتكم ثلاثتكم مهتمين في الديل؟ ايه بس ما معاك انا بس ما عاشن بداية كنا قالت لا انا مو انا كتسويق اسوق له في كل مكان من غير ولا شيء. تسلمين الله ما تقصري. يلا ناخذها من غير ولا شيء. ديل ها مسجلة بالتلفزيون بعد ما يبي له عقد ولا وقت في كل مكان لي انا فرح فيه حتى اعرض لك اذا تبي. ما شاء الله. فمن غير ولا شيء ما قصرت. اذا وافق إذا ما وافقت لا والله حتى ما وافقت أنا حاضر بالعكس أنا فخورة في عيال ديرتي. أنا من ناحية المساعدة أقدر أساعدك مخزن إذا أنت محتاج مخزن. عندنا إحنا مكان بالجهرة ممكن نوفره حق الشركة لمدة سنتين ببلاش. فإذا موافق على المبدأ هذا اللي إحنا ماشيين فيه قول اعتمد ونعتمد. يقتنع ولا ما يقتنع يبقى هذه مفاوضات يعني ما فيها فاينل يس ولا فيها فاينل نو. ولا ثلاث مستثمرين مرة واحدة المفروض هذا شيء يلفت انتباهه
يقبل ولا ما يقبل عاد هذه قناعته يعني. خلينا نشوف احنا لما نقعد وياه ان شاء الله نقدر نوصل الى شيء بالنص مثلا. يعني الفكره اللي قالها عبد العزيز اليوسفي فكره حلوه، كذي استرجعنا احنا فلوسنا وندش بالنسبه، يمكن ندش بالنسبه اللي هو حاطها بعد ما نرجع فلوسنا نستفيد يعني. زين على اساس ان بس تكون عندي انا الصوره واضحه. يلا تفضل. الان اللي قاعدين نتفق عليه الا هو ديل. نعم. بنسبه اعلى، ما حطيت النسبه الى الان صحيح؟ ما حطيناها. بنسبة أعلى وفي نفس الوقت يكون في رويالتي على كل قطعة مباعة للريتيل سعر وللبوكس سعر ثاني، حتى أن يتم استرداد 55,000 دينار كويتي. بعدها في حال تم استردادها خلال سنتين ثلاث سنين، هذه أمور نتكلم فيها تالي صحيح؟ لا، ولا 10% بالسنة قيمة ال 50,000. 10% رديتها سنة، رديتها سنة بس خلصت 55. احتجت تردها بسنتين، 60 صارت 60 لان الخمسه اليوسفي قال اللي عنده وخربط حسابات البلوشي. انا شفت انه وهو كان مصمم ومسمونه ومتاكد من هالرقم وانا راح اجيب هالارقام هذه بالمبيعات، فانا الاوفر مالي هذا هم مو شيء جديد يعني بعالم الاستثمار، انه تعال اذا انت فعلا قادر تحقق هالرقم هذا خلاص نحترم الفالويشن ولا التقييم اللي انت مسويه، ولكن اذا احنا كنا صح وانت التقييم مالك عالي بسبب مبيعاتك ما وصلت المليون اللي انت تقول عنها، فهني احنا نطبق التقييم اللي احنا نشوفه. لان انت هني انا بس انت قال 10% على المتبقي. اي على المتبقي بس انا مالك بما لا يتجاوز سنتين يعني. لا تصعبها عليه انت، اتمنى لك كل الخير الصراحه وياك يا رب وقد لك التوفيق ان شاء الله. يعني احنا الحين مبدئيا تقريبا وافقنا متفقين ولكن على التفاصيل ان شاء الله. الله يوفقك. يعتمد عبد الله موافق. بمجرد ما خذينا الموافقه منهم وخذيت الاعجاب منهم لانهم عاجبهم المشروع، هذا بالنسبه لي كافي مبدئيا. نعتمد ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. ومشكور على الاغاثه صراحه. ملبوس العافيه. انا جستهم جوده ممتازه. الله يسلمك. ملبوس العافيه. حياك الله اخوي عبد الله. يا هلا والله، مع السلامه. ناخذ اللي بعده. عبد العزيز يبي الادلاق اللي عندك، ما تبي عطيته قبل لا يمشي ما تشوفه مستانس. لا خلاص اخذت اثنين بدال الواحد. يا اعطاني هذا الوردي، اعطاني الوردي اللي ما عجبني. طلعت من الديل وطلعت من التصوير وانا مو حاسس بانه جت لي ديل دايركت واضحه. طريقتنا في انهاء الديل ما كان في اساسا ديل، كان في كلمه ديل وكان في كلمه اعتمد ولكن ما كان في ارقام معينه وديل بنسبه معينه. قبل الفاصل عبد الله نجح في اقناع المستثمرين بالدخول معاه بديل وسوق بطريقه ممتازه لمشروعه وقدر يقنع اليوسفي، والحين بنشوف دانا الكنعان راح تحصل على استثمار نفس عبد الله. دانا الكنعان معلمه لغه انجليزيه المرحله الابتدائيه. دانا خلينا نشوف التقرير ونكمل ان شاء الله مره ثانيه. مشروع أوراقي هو مشروع يعنى بتقديم معينات للمعلمين خصوصا وللمجال التربوي عموما من مطبوعات وإضافة إلى منتجات إلكترونية قابلة للتحميل من موقعنا الإلكتروني. الفكرة عبارة عن أن إحنا كمعلمين ما عندنا أجندة أو بلانر تنظم لنا شغلنا. شفنا ان في اهم حاجات اضافيه للمعلمين، اشياء نلاقيها ببراندات اجنبيه بس ما نلاقي منها اصدار عربي. اهم الصعوبات اللي واجهتني عدم وجود محل تجاري، وهذا الشيء اسهم في خساره بعض الزبائن لان يبون يجون يعاينون المنتجات ما يقدرون يشوفونها الا وقت المعارض الموسميه.
بالنسبة حق المشروع راح يحتاج إن شاء الله 75,000 دينار تغطي مصاريف التشغيلية محل تجاري الموظفين اللي داخل المحل إضافة لمصاريف التسويق والأجهزة والأحبار. يعطيك العافية دانا, مشروعك وايد حلو فعلا. أنت ذكرتي مبلغ 75 عشان كذي كذي كذي, يعني شو قيمتي هال 75؟ إن شاء الله ال 75,000 أنا قسمتها على 3 أشياء. عندي مصاريف التشغيلية اللي هي مثل المحل, عندكم بالتقرير اللي قدامكم أنا حطيت لكم تفاصيل. صفحة 5 نلاقي عندي أنا مصاريف اللي هي تنصرف. أنا المصاريف قسمتها على 2. السنة الأولى راح أحتاج لي مصاريف أساسية تشمل راتب مدير مشروع, موظفة تشغيلية, موظفة البائعة, إيجار محل, مواقع تشغيلية, موقع أوراق الإلكتروني, تسويق وإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي, محاسب شهري, مندوب مشاوير, مصروفات نثرية منها الجهاز والباكجينج وجهاز الكينت. هذه المصاريف راح تتكرر كل سنة. طيب عندي الصفحة اللي بعدها مصاريف تنصرف مرة واحدة بالسنة, هذه بس حق أول سنة اللي هو اعتماد العلامة التجارية, POS system اللي هو نظام الكاشير, تجهيز محل تجاري, عندنا أجهزة تشغيلية ورسوم شحن الجمارك من خارج الكويت, لأن أكثر الأجهزة في بعضها بالكويت وفي بعضها راح أستوردهم من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. دراسة وافية قدرت تجذب المستثمرين. أنا من مسوي لك الدراسة هذه؟ الأرقام يعني من وين جايبتهم؟ مثل اعتماد العلامة التجارية مثلا. اعتماد العلامة التجارية أنا تشيكت من موقع البوابة الإلكترونية حق الحكومة. والبي او اس سيستم أنا تشيك أكثر من إعلان, وهم أنا استخدم نظام شوبيفاي كموقع الإلكتروني. في إمكانية إن أنا أجيب الجهاز مالهم يكون قيمة أقل من القيمة اللي بالكويت واستعمل نفس السيستم, لأن أنا مستعملة حق المعارض الموسمية وحق موقعي الإلكتروني, حتى نظام المحاسبة كله عن طريق جوبيفاي. لأن دراستك تفصيلية حلوة. شكرا. إنزين أسف على التدخل, بس لأني في عندي فيها الأمور. مثلا الحين راتب مدير المشروع, راتب موظفة وراتب الموظف, خلي الإيجارات أوكي. نقدر نلاقي أرخص من كذي, بس الموظف 250 والموظفة التشغيلية 250, رواتب وايد قلت. بسمة مركزة على الأرقام ودانا كانت جاهزة للرد. المحاسب 100 دينار حاطة. والمحاسب لأن أحتاج أن يجي لي مرة بالأسبوع. أنا عندي سيستم أوريدي. إي فأنا حاسب حساب أن المحاسب يجي لي مرة بالأسبوع. أنا مشيكة مع أكثر من شركة محاسبة قالوا لي أن يجي لك واحد مرة بالأسبوع 100 دينار بالشهر. أوكي. بالنسبة حق الموظفات أنا حاطة بالي أنها من الجالية الفلبينية. أحتاج واحدة تشتغل لي بس أنها تغلف حراري وتسوي لي المنتجات التشغيلية, وواحدة تكون تيلر. المدير المشروع راح يكون أنا إن شاء الله. زين فما حاطه راتب 400؟ اي انا حاطه الراتب 400 لان حاطه ببالي انه بعدين ان شاء الله راح يزيد باذن الله مع تطور المشروع ان شاء الله باذن الله. بالنسبه اللي مستعده تتنازلين عنها مقابل المبلغ اللي طالبته كم؟ انا حاطه 15% عشان يبتدي المشروع يوقف على ريله. كم سنه صار لك؟ انا الحين بالمشروع صار لي 3 سنوات. وشو مدخولك السنوي؟ في صفحه انا حطيت لكم ارباح كل سنه. شوفوا انا عندي هني بالستاند منتجات جاهزه, هذه اللي انا اقدر انزلها بالمواسم بالمعارض الموسميه وعند الموزعين, فهذه جاهزه. الحلو بسالفه المنتجات اللي هي مسبقه الطلب او انا اوفرها اني انا اقدر اني اسوي الطلب بناء على طلب الزبون. الله يوفقك ان شاء الله. انزين ليش تسوين طباعتك تبين تسوينها داخل؟ ليش ما تتعاملين مع مطابع؟ انا اتعامل مع وايد مطابع. انت الحين بدراستك قاعد تقولين فلوسي جزء منها بشتري فيها مكاين, صح؟ صحيح. قص وتغليف وتخريم وما ادري عدل؟ صح. ليش اتجهتي هالاتجاه ما ظليتي التعاملين مع شو اسمه؟ لان المارجن اللي انت قاعد تسوينه يعني زين ممتاز. خل اقول لك ليش تحطين على نفسك تكاليف زياده؟ عبد الرحمن شكله بيستثمر بهالمشروع. حلو. التكاليف هذه مو حق الاجهزه اللي احتاجها حق المطبوعات الجاهزه. انا حاطه ضمن التكاليف انه احتاج مبلغ حق المطبوعات اللي راح اطبعها بالكويت. طبعا كل المنتجات المطبوعه الجاهزه هذه طابعتها بالكويت, يعني هنا عندي الملصقات انا احتاج ماكينه تقص الستيكرز
هذه الماكينه اذا سمعنا مثل كاميو، هذه الماكينه انا اقدر اقص فيها ستيكرز، اقدر اقص فيها ورق مقوى، ورق مغلف حراري بدل ما يكون القص يدوي، فيصير القص فيها بروفيشنال. عندي الاختام هم انا اطلبها من برا الكويت، هذه الاختام لان تلاحظون عندي مو ختم بلون واحد، انا اقدر انوع بالالوان فيه، فهذا اللي يميزني بعد بالسوق من ناحيه الاختام. لا تتكلم خير ما تقصر. انا يمكن انا ابلش اعطي المجال حق الاخوان، بس انا راح اعتذر لسببين. تفضل. السبب الاول ان انا ضد الاستراتيجيه مالتك ان نفتح تفتحين محل. لان المحل مهما كان اليوم يعني انت خليك اونلاين وركزي اونلاين، هذا وجهه نظري. وهم شايفين يفضل ان المشروع يكمل بالطريقه الاونلاين على اساس انها تكون عدد العماله اقل، ايضا يكون يعني ما يكون في اجار محل، لان اجار المحل تقريبا ثلث الميزانيه اللي انا طلبتها. النقطه الثانيه الفالويشن قيم، يعني تقريبا انت تبين 75,000 وتعطين 15% من الشركه. تقريبا يعني 500,000 قيمت شركتك تقريبا، فانا ومبيع وارباحك السنويه 10,000، خلينا نقول صارت 20,000 بدخول شريك. طيب انا 15% على ال 20,000 راح اطلع 3,000 دينار ارباح بالسنه. انا عشان اغطي ارد فلوسي ال 75,000 يبي لي 20 سنه. انا مجال القرطاسيه ما افهم فيه، مجال التعليم والطباعه وهذا ما، فبالنهايه انا لازم اكون يعني كمستثمر لازم اكون حاب المشروع اللي بستثمر فيه واقدر ازيد فيه يعني اد فاليو. فشفت نفسي ان انا مو قادر اسوي هالثنتين النقطتين، فعشان كذا اعتذرت من دانا ومشروعها القرطاسيه. النسبة قابلة للتفاوض، ممكن أن تزيد النسبة ما في مشكلة. وفكرة أن يكون المحل أونلاين أنا ما عندي مشكلة أن أظل على نفس المنصة، بس يتوفر مثلا عندي منطقة عمل ووركشوب عشان أنا أزيد الأجهزة وأقدر أزيد الإنتاجية اللي عندي. أنا أتمنى لك الخير. عن نفسي يمكن ودي أعطيك عرض، العرض مالي يركز أنك أنت يطلعين عدد معين من البرودكتس سنويا، ما تعتمدين بس على نفسك لان الكرياتيفيتي يبي لها اكثر من فريلانسرز ولا يمكن ابلات غيرك او مدرسين او غيره. صحيح. واقدر اساعدك بالوركشوب اللي انت تحتاجينها، اعطيك المساحه اللي تسوين فيها الوركشوبس مالتك. حلو. واتمنى لك كل الخير ان شاء الله. فاذا انت مهتمه نقدر عاد نتكلم في التفاصيل هذه اكثر ان شاء الله. اوكي. انا اعتذر بس اللي اقدر اني اساعدك فيني اسوق لك ان شاء الله، اساعدك في التسويق وفي الاعلان ان شاء الله. انا بالنسبه لي يعني مثل ما قال عبد العزيز ان المبلغ ال 75,000 اشوفها وايد. كانت نصيحتي لها ان تبلش شوي شوي، لا تطمح ان تجيب اشياء يعني معدات غاليه وتحط لها الناس عدد كبير وهي بدايه المشروع. يعني فكري باللي قلنا لك اياه اذا تشوفينه مناسب. ترى الشغل وايد حلو اللي قاعد تسوينه. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله قريبا راح يزيد المبيعات عندك. خليك على الاونلاين. هو العرض وايد ممتاز، راح يساعدني بانتاجيه اكثر على اساس ان انا اقدر ان احط اغراضي والمخزون اللي عندي. ركزي. انا اظل على اللاين يعني شوفوا انا يعني لا تستثمرين زياده، انا لان الحين وقت البرنامج خلاص اصبح محدود. انت فكري بالريسورسز اللي عندك يو ماكسمايز يور سيلز، سمبل از ذات. يعني السيلز مالك راح تزيدينه اذا صار عندك تنوع اكثر في المنتجات مالتك. يعني اليوم انت واصله 40 منتج، شلون اخليهم 100؟ عسى الله يوفقك، كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. يا الله يعطيك العافيه. شكرا. برزنتيشن جميل جدا. شكرا يعطيك العافيه. لا ايش رايكم؟ لا انا اشوفها كول بروجكت صراحه. صح. بس هي تبي تقط فلوس، ما تحتاج تقط فلوس. يعني لو ان تروح المدارس لا تحتاج ورشوب، قالت لك انا ابي ورشوب والمطابع ترس الكويت. بالضبط. صح. انت بس طلع هي الكرياتيفيتي ان تسوي لك الشيء اللي تشتريه الابله او يشتريه المدرس. لان هي مدرسه. فهي تفهم الحاجه وين مكانها. قاعد تسوي شيء اول شيء يعني همني انا، يعني دائما بالتجاره احب ادش في اشياء يعني اؤمن فيها، وهي اللي قاعد تسوي قاعد تساعد المدرس
على مهنته، ومهنة التدريس مهنة راقية، وأعتقد في 3 سنين سوت مجهود كبير أكبر من أن شخص واحد يقوم فيه، فهي مجتهدة ومخلصة يعني بشغلها، والشيء اللي قاعد تسويه يعني بالنهاية التعليم شيء يستهويني يعني من أوله لآخره، فإن شاء الله الله يقدرنا أن نقدر نساعدها. دانا الكنعان حصلت على ديل من عبد الرحمن الفواز اللي بيوفر لها مساحة للوركشوب، وهذا كان كافي بالنسبة لطموح دانا. وبدورها بسمة السلطان قدمت لها تسويق مجاني من دون استثمار لدعم مشروعها. والحين الدور على محمد البلوشي صاحب مصنع لصناعات الحديد البارد، خلونا نشوف شنو راح يسوي. أخوك محمد البلوشي؟ نعم. صاحب شركة فيلتي، مجموعة فيلتي، طبعا شركة فيلتي كان عسى الله يوفقك. نشوف تقريرك قبل لا تبدي علشان ناخذ فكرة. يلا. المشروع عبارة عن نظام اللايت ستيل، نظام الحديد البارد. بداية المشروع كان عبارة عن ويب سايت يضم شغلتين، بيع العقارات اسمها فيلتي، كان في نظام المباني، كنا نبني بيوت وكذي. طبعا احنا خلال الفتره ان احنا قاعد نبني اوريدي بيوت الكونكريت النظام العادي، شفنا طبقه كبيره من المجتمع ان تبي 4-5 مميزات، تبي شيء سريع، تبي جوده عاليه، تبي سعر رخيص، ويبي يتحكم فيه من الداخل او يتحكم فيه من الخارج. اليوم احنا عندنا الاخطاء في نظام البنيان 0%. اشرح لنا شوية عن المشروع. نظام اللايت ستيل هو طبعا الجيل الجديد في عالم البناء. اليوم احنا كان نستخدم نظام الطابوق، وهو اللي مبني على أعمدة. النظام هذا مبني على الحوائط، يستخدم حديد اللايت ستيل، وهو حديد غلفنايز غير قابل للصدى، يكون كويل ويدش بالماكينة ويطلع المنتج كشرائح حديد. في عندك مخطط انت تجمع القطع هذه كلها، تصير عندك حوائط. الفكره كلها اليوم انا بدال لا ادفع كمستهلك حق اكثر من 40 عامل يدشون البيت اساس يبنون لي بيت وياخذ مني سنه لسنه ونص، انا اليوم قاعد اخاطب ماكينه، الماكينه عن طريق المكتب الهندسي، المكتب الهندسي يقول هذا التصميم، اخذ من الفلاشه احطه بالماكينه تطلع لي البيت بالكامل. فريق العمل 4 أشخاص يبنون لك البيت بالكامل، فأنا وفرت على العميل الوقت، ووفرت أساساً عليه شيء ثاني الكوست. مشروع محمد سمعوله مستثمرين وقت طويل بدون تعليق. بدال أنا أدفع حق 60 شخص. محمد أنت بدلت العواميد ولا الطوفه؟ احنا السيستم كله لغيناه يعني شيء اسمه طابوق قصدك؟ في نسبة 10% كونكريت، 10% 10% نصب الأرضية لاتها وبين الأدوار. عبد الرحمن بلش يستفسر عن التفاصيل. طبعا حتى نظام الأساسات إذا احتاجت الأرض أساسات، الستاندرد أنه يكون لبشة 25 سنتي تنصب وخلاص يتركب عليها الهيكل. البيت فيه وايد مميزات، طبعا الكويتي يبي اشياء مميزه، يبي كوست اقل شيء، شيء هاي كواليتي بسرعه تخلصني بالديزاين اللي انا ابي. محمد حدد شنو اللي يبي الكويتي، بس اليوسفي كان له راي ثاني. هذا مو الكويتي، هذا الكل. لا هذا اختصاص الكويتي. الكويتي خصيصا. اي بس كل العالم كذي. زين والطوفه مالتك شنو يعني؟ طبعا الحوائط كلها، كل الحوائط عباره عن يعني عندي اليوم انا الحائط هذا كامل حديد غلفنايز، هو الحائط وهو الحامل. انا عندي 4 حوائط هي تحمل السقف.
احنا الحمد لله وصلنا لمرحلة ان احنا بالنظام اللايت ستير هذا طورناه ان نوصل له تقريبا 12 دور بالمساحة اللي تبيها، واعطيك مثلا 12 متر ب 12 متر من غير استخدام حديد الاتش بي. موافقات البلدية من نعم. ادارات الهندسة على هالنقطة هذه بخصوص موافقات البلدية. ايه. النظام القديم كانت البلدية هي تتحمل مسؤولية الانشاء والمعماري. نعم. اليوم البلدية قالت حق مكاتب الهندسية انتوا عليكم صح. المعماري الانشائي انا علي شنو؟ فقط المعماري. محمد فاهم كل جوانب مشروعه حتى امور التراخيص. هذه كذي تطلع من المصنع انا بس بورد يعني تقريبا. أي. بعدين يتعبى من الداخل نظامين، يا يكون الالياف الزجاجيه او يكون الفوم ويتلبس بعدين بال شو اسمه بالفايبر سمنت. احنا قاعد نستخدم الحين نظام جديد اسمه فايبر سمنت، هذا كعزل حراري يوصل وياك ل 95% وعازل صوت يوصل وياك 90%. طبعا عندك 10% هي سافة الدكت و... ما جاء انزين كجواب الحين انت اغلى ولا الكونكريت اغلى؟ لا احنا ارخص. انت ارخص من الكونكريت؟ ارخص واسرع. واسرع يعني انا عندي اصلا يعني اقل من اقل من مسطح. الكونكريت بكم يعني بيت الكونكريت ايه. مثلا تقومه اسود 4 أشهر؟ لا لا 6 أشهر. 6 أشهر. انا اسلم لك اياه باسبوع اسبوعين. ارقام محمد تخرع، البيت يخلصه باسبوع. يعني اليوم انت تبي بيت عادي انا اقدر اطلع لك البيت عادي باقل تكلفه، بس اليوم لما انا ابي اتعب اسوي لك تصميم وايد حلو في قصات مثلا في عندك مثلا انا بسوي بلكونه. انت مقاول ولا مصمم؟ احنا نصمم ونصنع ونركب. عبد الرحمن صاد محمد. اي بس الحين كنا البلديه حزلوا وما تقدر انت تصير المصمم وانت المقاول. لا لا احنا نصمم كتصميم، انا اصمم لك البيت 3D. زين والبلديه تطلع لك الشهاده؟ نعم حتى معترف. انا اول بيت سويت يعني بيت الكويت انا بيت كامل اول سويت بيت. اي بعد راعي الشركه مصيبه. اليوسفي مو عاجبه الموضوع. اليوم انا بنزل منتجات السوق ما خاف بس هذا كله تحطه بال بالقيمة بالفاليويشن التعب والأثر. اي اليوم انا خل اقول لك مثال الحين. نعم. انا لو بدش الحين انا تممت 3 سنوات بدش اي بنك باخذ منه تسهيلات صح بياخذ مني كم من 5 إلى 6% على صح. حسب الفائدة صح. حلو اليوم لما يكون ولا بعد سايلنت ما راح يأذيك يعني يعطيك المبلغ ومع السلامة. حلو ولا احنا عندنا المصنع نفسه هذا في كوبي بيست قاعد نسوي بقطر ترى. ليش جيت حق برنامج عصامي وتبي مستثمرين يدشون وياك اذا انت قادر تروح البنك؟ استفز عبد الرحمن، ما عجبه موضوع البنك. انا ما ابي فلوسه ترى. شنو تبي؟ ابي اهو. يعني لو ما يعطيك فلوس بس اهو أي. هم تفكر بالصفقة؟ لانه هو اغلى من الفلوس. زين من اي ناحية؟ شنو تبي منه؟ من ناحية تبي كونكشن؟ وبعد العلاقات هي اغلى من الفلوس. زين وغير العلاقات؟ توهق محمد. فلوس. شنو تبي من علاقاته تحديدا؟ اوكي ممكن انا عقود يعني تبي عقود؟ اي اي يعني يعطيك عقود وياخذ نسبه بشركتك؟ اي كم النسبه؟ اذا جاب لك عقود يعني بقيمه خلي ياخذ 10% 20% من اللي انت سويته. خلي ياخذ 10% اذا جاب لك عقود بقيمه مثلا 300,000 ياخذ 10%. خلينا نقول انا كم العقود؟ خلينا نقول احنا ترضيك عشان تعطيه 10%. خلينا نقول احنا صافي انا صافي ربح مثلا مثال انسى صافي ربح قيمه عقود خلينا نتكلم بدون صافي ربح لان هذا موال تدري فيه تشعب قيمه العقود ايه؟ قيمه العقود خلت تكون مبلغ المفتوح مثلا لما تتكلم كوزاره مفتوح ايه؟ لازم تحدد له يعني ايه عشان ايه؟ انت اليوم راح اقعد وياه انا ايه؟ في عندي شركه محاسبه هكذا ايه؟ راح يكلفنا مواد هكثر اجور عمال هكثر بهذا خلينا نقول صافي ربح من قيمه المناقصه 10 مليون انسى مثلا صافي الربح. كنا الموضوع صار تحدي بين محمد وعبد الرحمن. مستحيل تحسبه صافي الربح وخصوصا بالمقاولات انت سيد العالم. لا 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 لان اللي يلف ويدور صافي ربحك الا لما تخلص عقدك. لا 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 انا اكلمك من البدايه اليوم انت من البدايه اليوم انا بحسب لازم تشوف ايه؟ ما قاعد اقول فاليو عقد فاليو ايه؟ عقد كم القيمه يعني قيمه عقد مثلا عقد ب 500,000 واحد جاب لك عقود اجمالي قيمتها 500,000 يعني 5 بيوت تبنيها عادي زين. انا اتكلم مناقصه بوزارة الإسكان مناقصة ما حد يقدر يضمن لك لأن هذا قانون دولة في إجراءات إيه أقول لك إذا عقود من برايفت سيكتور معناته من قيمة العقود يأخذ 10%
كوميشن يعني لا حلو لا يعني احنا لا 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 تغيرت لا دقيقه كانت تغيرت عفوا تغيرت من قيمه العقود اليوم اعطيه 10% ولكن اذا بيدفع راس مال بيحط فلوس المليون كم اي بضحك هذا قاعد اتكلم عنه مليون انت قلت مليون الى 5 اي مليون من من 7 ل 12% فالوسط يعني 10% خلينا نقول يعني انت قاعد تقيم شركتك 10 مليون بالنسبه حق شغلي يعني اذا انا مثلا قاط مليون على شغلي كم تبي تاخذ يعني اقل شيء يا يكون نفس الرقم يا اكبر من هالرقم اساس تقدر انتشارك يكون اكبر من كذي ومو واضح يعني وبالنهايه يعني الرقم يتراوح يعني الرينج وايد كبير فانت عن مقدم لنا ايش كثر يعني ارباحه من المشروع وشنو خطته بالضبط ما كان واضح وحسيت انه هو يبي شخص يكون له علاقات اكثر ما هو محتاج او عنده افكار لتطوير عمله ما شاء الله. انا هذا اللي بغيت اقول لك يا اخوي محمد اول شيء انا برا للاسف انا اشوف انت مو محتاجنا محمد انا هم اعتذر عين الله اجمعين ان شاء الله عزيز الغاشكر يا هلا لايت ستيب ما ادري ايش يبي طالب يعني هو ما اليوم 5 مليون هو مو ما هو ما هو قاعد يشوف شيء اقوى وايد بس مو واضح يعني اليوم لما ادش على مستثمر مو مستثمر بعد قاعدين قدام اثنين ولا ثلاثه يعني ساتش اوبورتونيتي يبي له الواحد يكون داش يدري بالضبط شنو يبي بالضبط انا بغيت اعطي اوفر احنا عندنا شركه صنفة درجه ثانيه مقاولات يعني بغيت اقول له اقدر اساعد بس انا اقدر اساعد اقدر ادش معي في البنيه بس ولكن مو شو كوميشن انا قاعد انا مقاول رئيسي انا ما اقدر ادخل شخص بهالطريقه هذه الأمانة هذه ثقافة شوية عندنا بالسوق أنا أشوفها ثقافة خاطئة يعني أنا على أي أساس أخذ نسبة من المشروع لمجرد أني حولته عليك ولا لا أنا اللي وقعته ولا أنا اللي بسويه ولا أني بجاب له عقب ما يشتغل يعني فأنا أعتقد اليوم الثقافة هذه محتاجة تتعدل شوية في أذهان أغلب المواطنين رسالة ما وصلت 100% عدل لهم بس هم ممكن ما فهموا السيستم اللي ماشي اللي احنا قاعد نمشي فيه البلوشي للأسف ما قدر يحصل على أي ديل الرقم اللي طلبه ما كان منطقي في وجهة نظر المستثمرين ولأن محمد ما كان يملك سياسة الإقناع وكانت أفكاره متشتتة مو عارف يبي شريك أو يبي معارف والحين بنشوف عبد العالي الجري راح يقدر يغير نظرة المستثمرين ولا تأثير محمد البلوشي راح يستمر معاهم ويخسر عبد العالي الديل معك عبد العالي سعد الجري والله شوف تقريرك اي تفضل يلا الكل يصنع بس الحلو بالصناعه انك تتميز الفكره اني اسوي تدوير الخشب من قطع طبعا اغصان الاشجار او الخشب المستورد فكرة مشروعي أني أعطي ثقافة ووعي حق مجتمعنا الكويتي في موضوع الووترنينج أتمنى أن يكون في مراكز تدريب في الكويت ويكثفونها في موضوع الووترنينج أنا بالنسبة لموضوع التدريب أنا حاضر أني أعطي دورات وأنا الحمد لله أعطيت دورات في الكويت وحتى خارج الكويت أعطيت في مجال الووترنينج تشرح لنا أكثر على المشروع؟ أي طبعاً اللي شفته قبل شوي أنا طبعاً فكرة أني أعطي وضعية تدوير للأخشاب مثلاً اللي راح الإتلاف
فأعيدها وأسويها مثل ما شفتوا اللي هي الأواني المنزلية واللي نستخدمها اليومي استخدام اليومي. منها خشب على قولتهم فضلة النجار اللي هي قطعة صغيرة وتكون يعني خشب جودة، فأهم أركز عليه ورد أسوي له تدوير. قطعة ولا برادة قصدك يعني؟ لا طبعا قطعة، يكون أجزاء مثلا تسوي مكتبة أو غرف نوم أو شغلة، فيبقى أجزاء من الخشب. هذه الأجزاء ما نقطعها، نطلع منها في قطع. في واحدة من الفيديو فنجان القهوة سويتها على فضلة نجار. وحتى شنو اللي تبي من المستثمر؟ يعني تبي يساعدك، يعني انت طالب شنو الحين داش الحين جاي البرنامج هذا؟ نعم، هالمشروع ما كان فيه دراسة وافية تشد المستثمرين. انا فكرتي ان يعني متعودين احنا بالكويت ما شاء الله وانتشر موضوع المقاهي كوفيهات. نعم. بس انا لما اسوي كوفي وماكينتي موجوده بالكوفي وقطعي هذه معروضه، ومثلا الزبون لما يقعد يحب يتفرج على واحد قاعد يشتغل بايده ياخذ وقت طويل، يعني يطلب طلبات تكثر بالذات الكبار بالسن، وال يعني ما اقول ما حدد عمر معين لان هذا من الصغير للكبير يحب يتفرج على واحد يشتغل. احنا شلون نستفيد؟ انت طبعا انا اكلمك عن عامه الناس اللي يحبون يقعدون في اماكن فيها يعني حركه مثل محلات المقاهي ملوت الرياضه. انت الحين جاي لنا ولا جاي حق عامه الناس؟ ما ادري، انا يعني احس ان اذا الشخص مو عارف بالضبط ايش بيسوي وكم يحتاج وين بيصرف فلوسه وشلون بيردهم يعني ما يصير عندي قبول على الفكره. انت الحين جاي طالب من مستثمرين؟ طبعا انا طبعا شنو بتعطينا وشنو بتاخذ منا باختصار؟ انا اللي بعطيكم الفكره العمل في الاماكن هذه يعني. طبعا ما اقول لك مكان عادي، لازم يكون مثل يعني لازم يكون عندي كوفي شوب عشان اقدر اسوي ديل معك. بس مو كوفي عادي. الكوفي يكون اثاثه وديكوراته خشب مقارب حق هذا المجال. فهمت. اي حتى ريحه السموك مات الخشب موجوده في المكان. عادل عادل. اساس قاعد انت في اجواء ورشه. من ناحيه ترخيص الفكره بعثر حسابات عبد العالي. من ناحية الترخيص، هل هاي راح تسبب مشاكل؟ يمكن رخصة الحرفة ولا المصنع تختلف عن رخصة القهوة؟ أي هذه أنا ما أدري عن موضوعها، بس مثل الكوفي مثل ما قلت لكم يعني مرات رياضي أو ثقافي أو ملتقيات يعني فنانين رسامين يتجمعون في كوفي. صحيح. بس إحنا لو نسوي حرفيين في كوفي الناس هم راح تزورك وراح تجي تشوف هذا الحرف اللي دربته وحطيته بمكان، يمكن باكر يروح مكان ثاني ويشتغل من وراك. ما في مشكله، انا ما عندي مشكله، بس خلي يوصل يعني مثلا المستوى اللي احنا فيه. هذا صعب جدا. بس عفوا انا ما وصلت لما تفضلت حضرتك قلت انه في كافيهات فعلا ثقافيه وفي ندوات يسوون، ولكن نعم. هذه لحظيه لها اي نعم. بس اللي تفضلت فيه هذا معارض نهائي عندنا مع التجاره مع البلدية. أنا ما يصير حرفتين في هذا. فكرتي كانت شغلتين في مكان واحد، فهذا الموضوع اللي تقريبا يعني يمانعون التجارة فيه، أن عملين في مكان واحد. أنا الفكرة هذه أنا وين خذيتها؟ في قرية في قبرص، قرية جبلية، صاحب المقهى نفسه أو المطعم الصغير عنده حرفي نجار قاعد يصنع طاولات وكراسي المكان. نفسي. احنا لما نقعد ما نقوم من كثر ما هو قاعد يشتغل واحنا مجابلينه وكل شوي نطلب القهوه والشاي والمشن، ما نبي نقوم من المكان هذا من سبه اللي قاعد يشتغل. فهذا اللي يجذب. انا الفكره اني اسويها المحل نفسه معزول عن الحرفي اللي هو القاطع الزجاجي، انه ما راح يسمع صوت ولا الغبره ولا راح يتاثر من هذا كله. اخوي عبد العالي عفوا. نعم عبد العالي. الحين كم المبلغ المحتاجه من المستثمر؟ لغه الارقام ما كانت موجوده والمشترك ركز على الموقع. شوف المبلغ انا اهم شيء عندي الموقع قبل موضوع المبلغ. اي لان المكان هذا ما اقول لك اي مكان تحطه مثلا بالشارع شارع عام او شغله، لا مجمع مثل افنيوز او المباركيه، لان هذا ملتقى الدول العالم كلهم يزورونه.
اساس انه تقدر تسوي هذا المشروع. بس عفوا انت عارف وش المناخ عندنا؟ بعدين دخل مجمعات ممنوع منع بات انه تسوي اي شغله. الحين انا لو انا الحين باخذ محل في الافينيو او اي مكان ثاني ممنوع اني اصلا اشتغل في هالامور هذه من بعد الساعه 12 بالليل او 1 بالليل الى 5 الفجر. هذا مسموح لي بس ممنوع اثناء تواجد اثناء الحركه ممنوع السوق هذا الشيء. فيمكن انت شفت هذا الشيء عشان في قبرص شفتها في اجواء تختلف في منطقه يمكن ريفيه. نعم. يعني هذا الخيال اللي احنا دائما نتمناه صراحه. ايه؟ بس ولكن اتوقع انه صعب في الوقت. بس ما قالت الخلاصه، هالمشروع صعب تنفيذه في الكويت. اعتقد يعني طلبه واضح، اذا فيكم احد وده يقدم له. انا بصراحه راح اعتذر لان هي فكره، هي مو بزنس لحد الان وفيها وايد اتوقع عراقيل واوبستكلز راح تواجهها. هي فكره الترخيص. نعم. ترخيص ان شغلتين في مكان واحد. حتى لو تدش بدراسه الجدوى، مع انا ما انصحك تكمل في الفكره للامانه، لان دراسه الجدوى راح تشوف ايش كثر بتبيع. هذا اللي بيحق الحرفي اللي بيصنع ايش كثر على ما ياخذ وقت على ما ينتج هذه القطعه على ما يبيعها. سوري، الماكينه. نعم. اثناء نص ساعه تكون قطعه دراسه. فاهمك. يعني القطعه ما راح ابالغ فيها. نعم. بالاحجام راح تصير. نعم. صغيره. نعم. يعني هي فقط ديكور بالحركه للفرق. انا اشوف هي كخدمه تعرضها غير عن شراكه بالقهوه. مو شايف انا اي يعني ممكن تروح حق القهاوي الموجوده. ما ادري، انا عندي استفسار الحين اللي مثلا يروح يعزف بالقهوه، هذا هم يعتبر يعني مجال ثاني غير مجال القهوه، شلون يسمحون له؟ ما ادري. لا هذه غير، هذا يكون في ايفنت وهذه على قولتهم وليد اللحظه يعني ابو يعني تسال فيها ممكن انه يسمحون لك تروح عند القهاوي. انا قلت فكره جديده انها على يعني يمكن الدول العربيه كلها. فكره حلوه. اتمنى لك التوفيق. احنا نعتذر. انا اعتذر. يعطيكم العافيه. عسى الله يعافيك. موفق ان شاء الله. يا هلا والله فيكم. يا هلا. يا هلا. حياك الله. ايش رايكم؟ هذه ما تحصل عندنا في الكويت. صعب. هو فنان يعني بالنهايه. اي هو قاعد يستخدم شي فني لتقويه مكان معين. واذا شيء ما في غبار. لا هو قاعد يقول لك ورشه. ما في. لا يقول لك يحجب جام وفي شغل وفي ورق يعني كانها ورشه يعني صغيره. رخصتين بمكان واحد ما يصير. شفت المطاعم اللي تحط لك جامه وتشوف الكيتشن مطبخ بدال لا تشوف الكيتشن تشوف واحد مثلا يوقف مع ترابيزه نادي وقهوه وتشوف هذول التريدميل اللي يركضون. ايه تقدر. اتضح لي ان في شغلات ما تصير عندنا بالكويت بالذات اللي قلت لك عنه، مثلا مقهى وبنفس الوقت ورش عمل. فكرتها حلوه بس ما ادري اذا تطبق بالكويت ولا لا. اول شيء يبي لها ترخيص ولا ما يبي لها ترخيص، هذه هم ما ادري انا عنها. ما عجبتني للامانه الفكره ان كاستثمار ما عجبتني. اتوقع لا تطبق. مبين عليه هو ما شاء الله فنان ومبدع بمجاله، مجال الخشب والويل وركينج والكاربنتينج وهالامور هذه يسمونها. بس ما يعني هو كفكره ما سوى دراسه جدوى، ما سوى اي شيء، ما يعني ما اخذ خطوتين ثلاثه قدام اللي سهل على المستثمر انه يقول له اي او لا. لحد الان كانت فكره هي بصراحه. وانا نصيحتي لا انه ينسى الموضوع ويفكر له فكره ثانيه احسن. عبد الله ودانه قدروا يقنعون المستثمرين وخذوا منهم خوش ديل، بس محمد وعبد العالي ما قدروا يقنعون المستثمرين بمشاريعهم، وهالشيء للأسف خسرهم الديل. عصاميين نجحوا وعصاميين ما توفقوا هالمرة.